بكم جميعا. أنا برهان الدين أديب الولا من درجة الخامسة. لدينا وقتا ممتعا في الأطلة. أنعم الله علينا الذهاب إلى الأمرة والقاهرة. الحمد لله، شكرا لله. أولا ذهبنا إلى الأمرة، شربت مع البير حاقب مصري أركيتكتشر رائع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تذكرت مولانا طول الله عمره الشريف إلى يوم الدين، عندما شاهدت بيت الله، عندما كنت أطوف تذكرت وعظ مولانا، عندما قال مولانا طول الله عمره الشريف إلى يوم الدين أن مولانا الإمام الحسين عليه السلام قد اعتوافه وقد هادة المؤمن. تنعمت على رضا مولانا بالتلاوة القرآن أمام الكعبة. طلعت جبل النور حيث نزل فيه 5 آيات من سورة الألق. ثم ذهبت إلى المدينة.